إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشايخ الكرام أخونا الشيخ محمد عثمان، الشيخ عبد الرحمن، لجنة المسجد كإمام المسجد، جميعكم أتمنى لكم هذه يعني فرصة ونكسن كلن كان طيب كا هي وقت كان مبارك مميز كا هي وقت هذا كلك الدول فجر كإله سجار سجار وحصي بركاته ورب الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قبلها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة بعلم ذو فشره ملائكة سجارة وسوى حاضرته قرآن الفجر يعني صلاة الفجر وصلاة مشهودة عند الله تعالى وأنا كفر أحسنها يعني مسجد كانت صبح حسين في صلاة الفجر وحيكم انتهي من علامات يعني حياة الإيمان إيمانك إنه أكتين كنوا لها مسجد كإنه صلاة صبح بحسمي أما جماعة بدن يكسر تكنيش وحي دليل أتاي عند كاسي أي إن شاء الله مؤمنين لي عند الله تعالى وحنا آذ أوسي فرح يا وريبا دا يروا ما شنو بضن وهذا يعني وحيكم التهي من كرم الله في هذا الزمن وكرنا يا شيخ عثماني وضياء شوي كرنا يا زمن الذي هو وضياء ما مشاهد ذا الوار كتير من يروا لي بسوك الله يسوء صلاة الصبح من يسوء بركة أمتنا يا أمت خير للتحي إلهينا سبحانه وتعالى يعني خير لدوني وإن حريص لإله أمتنا كدي به دليل لأن عداوة هي دقال قوة دقال شري سوء أدك ودين تودا لقول في مشارق الأرض ومغاربها عالم أي قال أوتلني زمان وكن الله سطوة الكفار على العالم كلما من شأنه كفري فسخي فجور أي دولة دي سي أي تعمان تأدونك ولكن مع ذلك هل كالي كلي ماها أما صومالي كلي ماها ملك الصوت تكتب حضر كيسا صح وعجيب له يددك مقبلين على لأن يرد خاصة مقبلين وهو صلاة عبادة قرآن كي ذكر إله جعل يدين إله لو شقي وهذا شيء عظيم جدا من كرم الله عز وجل يعني هذه اللي شو بربر لقوه ده قال لك أكو سعودة إيو حالات سيتحها هلا هيدينا سيدك عندنا بلقوا أركي ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس هذا ده القرآن كان يذكرنا إيشا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إله بديل حدد إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر كرم من الله وإحسان وهي سوى أرن إسكا مقدمة قود هان إن كل دائرين ما يو وقتي ذكر جي يو حال الجوع يو شقي يمكن يو كلب حيسد إخواني إلهي سبحانه وتعالى خير بلهنا نبغى فجيو سورة هذا صلاة أن كو أخري وما سوى قصدين سجارة وردي كجيب كوسو بيجتي وردي متسلسلها ويش عدي وبريهن كيركابي مسابقة يحبكم مشغول سنين بعد إسكوب التونس ليز سير له ويش مركا سورة ده اسمع عيد وحلة سورة الحج الله قرن إنسان ما شاء الله حفظ بربتي وبدنتي سورة الحج الحج هذا مقشنا ده وحى كوسو دقدقي الملاين يسوامح هذا حج كيوي الله أنا وافجي والله نسي أنا أنتي لبسني وصدحني وحال محرومين ما نكاهن شيخ وحال كان وأنا صعب أمرنا حجار ما نكجر هذا غير خضرنا مركي دمنا كرونا مركا إن شاء الله إلهي ما كبر عشان نتكلم وافجي نذكر الله ذي وافجي إن شاء الله مركا سورة الحج وحاكوسو دقدقي وحاوية إني
حجك شكينيس سوما هذا في رسالة صورته تقريبا ودوري سديتا أيضاً من المرأة صورته سديتا أيضاً وأكثر أنت حجك كهذا الشيء وأنت هذا نخره يا إنك يروا لي بدي طبعا هي أيضاً مال طبعا أيضاً مال هذا وأنت كلام حكى هذيش أنت كليلها يوم القيامة كشاكيني مستقبل كاك الرسمي كشاكيني ماشي هذا صعته كشاكيني بالله سورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أردتها زيادة هيا الله الله إلهي وحي له وحاسي ووحوي من الكورن كان أرنا يا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم الساعة يوم القيامة زلزلة هو شيء عظيم الله أكبر تاسكوا بالله أركاس إلهي تفاصيل كسيبحي يوم ترونها وأنا ذوذار كدونتا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بركة لقى شيء كي سوج على أم ورضيعها إنه إني كلا عرريان أو كلا مشغوليان ما ننتهز بحال كذا كور وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الكاسة إلهي سبحانه وتعالى هي دلائل البعث إلهي من كهرباء الوحباهين جنسي من بني آدم كليلها عرك أبوري من تراب ثم النطفة إلهي كاسمي ثم من نطفة ثم من علقة إلهي لها إذا نخل ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى أمور تاسو إذ الغيبيات ماها ومشاهدات هذا سومري عنوف بالهي حجر يرو ديغا لهي قبل يرو هلي بالهي وحباهين ووجلهين واللغلهين 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 وحلا وحادتها حجر قبل يرو هلي بالهي زمنا من الزمن حجر ديغا مرنا قبل يرو هلي بالهي كذب إلهي سبحانه وتعالى مضغضاسي هلي بكاير لفحك كسبي هيكل كاك عظمك إلهي قرقر أيها الجيل تصميمك لهذه تقديم تصميمك ورسمي كبعدين هي الدشك سيسار كبعدين سال صدك شعر كبعدين إله سبحانه وتعالى شيئا لا أقولني وأن لك كم هاي ودتك أين جرني والتكنولوجيا كستي هرمك استهديت سما قاله إذا ولقد فهمين الروح ليلى لا إلهي صدري أو قواف وفي وأتكون نوراتي على شو هي ذا بتكون نوري؟ الكاسة على كوجو أرزقي أو هندون هذا وحكا عنو جرتين وضد على كوف ذي مركي دمبي قري جن با إلهي وبوسي هجاجين هذا نمني الله أكبر من آدم لا يتفكر هذا أثاث كوح الليلة أما على تقربك قري جل بيو مع هالكلوية قلنا على بتا قريها نديو ما يروح كوه أثاثك أثاث كرة سيدا يا فرنيشن بالإنجليزي أيوة بالإنجليزي قر قروح بدنية كرة سق قروح بدنية كوي ما رجتين أبو قال شنو فرنيشن لا بتحس قروح ذا بدن قارك قارك إيه كم كن دولار فر بدن لا شيء هذي بناء كارل ديو البنان هذه ليش كده والكور القرحة دي الروب كي وحبه كل حيان فإذا مليون دولار هذه لقى شو بحيو بنش هذا اللي يقول لا قيمة لها هذا كي قيمة كليين يا مرك هون نقول قرحة بدل الله دش قول قرحة بدل هو قرحة ذا كي لها لنا يو مرك كاسة قيمة هذي أي شو بحيان القرحة دي على بتي وح قرحة بدل
quruxdeedu markaas aan arkay waxan ziinada ilaahay uu sameeyay guriga horta markaa hore u dhisi lawla gurigaas uu sameeyay ilaahay dhisi lahayn la ziinata fi dunya waxa la waxay tahay mar dhul baa allah dhisay xir baa ilaahay sameeyay subxaanahu wa ta'ala kawn cajiib lahu siyaab lagu shaqaynayo laakiin insaanku fii gaflatin canhu hadda mugdi baanu ku jirnay marka hadda masaa'id ka soo galay haddii ninkii iska fadhiyo ilaahay iska xusan oo ilaa ishraaqa gaadhana banaanka markuu u baxo adduunka caalamka lagu tariyaa oo caalamkii masaa'idka u soo galayaan ahayn mugdi buu ku jiray diyaab uu baxayaa man sanaca hada saas miyaa laisaga joogaya sidaa adigu aanbaad aakhira tegayshaad ilaahay la kulmaysaa miyaa waan kaba fikirinba نعمه الله كسي نعمه تقلب الليل والنهار يولج امسى الى شوك اسكبر يا وكو علني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وله اختلاف الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار امسى الى كو علني ودوني ان عقلك قاعد كفكرتي او دل جوك شتيت وأتدبرتيت ونعم كإلهي سبحانه وتعالى يا قال لك يا كو هي بريتان بريتان وكل بينا ايش معنى بري حتى طب الله ما يسا صاحب قال ظهر كي ما تاني شرقنا وايش الظهر اصلا ظهركم عويا عاوى بكله عاوى عاوى ان وضع شيء ايش عاوى ما هو عاوى عويا ما تفكر وحو إلهي كادوني يوهي أن تتوقف عندها أو إلهي القرآن كوسع العلني حتى سورة هذا سورة أنا خليني سورة الحج ما بهلي سدبا آيادها ولبا خاصك القرآن كنا أبنيها عظمة إلهي كشكيني سبحانه وتعالى إلا ويذكر الله الليل والنهار سورة هذا أمي سكوربا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير سورة ديكو حكتا سورة المؤمنون وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون معكو حكتا سورة النور يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار معكو حكتا سورة الفرقان شاكد ويكجرتها هبين كي مالتي خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر وهكذا فقش اسكا سعو محا إلهي فقود الجوجنية لأنه نعم منسية ونعم أن إلهي لو حسوسني أنت إلهي كما هذين إسابة إسكير أنت وحسوسني إسابة إسكير وقليل من عبادي الشكور والله آيات مؤلمة عجيبة وقلبي هذا قلقلي يا إلهي كاكشكي مركو نعم كاكشكي مركو الدبل يقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس أي فضل لله أدان ما لنجرين أدان هبينجرين محيدتكو قبل الله يعني دان الله سمين الله ينعر الله يعني إيش عندهم ايش قلب وايش سيارات وايش بيوت محيين وحيين ملك هذا كله من الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا مركا هذا كان وايش يصير فرفوري يعني لا دور كما دمانا مركا سيدان بلنقا ذي ومن أقول ايش هذا كينا سو يري يا لكن وهذا العجيب وهذا المهم وهذا الذي قال لك أدوني إذا تكفكر تتفكر في عظمة الله إلهي إذا تكون جعلاته هذا ربي قال جعلاته أنا عبادة ليس جعلاته أوضع هذه شو يكون معاناته القرآن كبر كذا خلنا يسوء إنه إلهي كلها الضيو أتقرنا يسوء مقاصد صلاة جماعة إلهي هو نجري بابا وحي كمتها إن هذا الكإلهي ألم مغشيو هذا الكإلهي المغشو مالن كستين لأنه هو البقر يسوق تقوى الأوركري ما يكالي أو سوء ماذا أو إن القرآن سيف عنه يقال هذه توجيه لقيسته هذا الكي إلهي مقلة
وانا دائما ويوميا الهي كحسن سنيه لان ضلالات الطريق فربضن وها كل حين يا فربضن مركا وانا ذا سواني كو سوتو مركا وحان وركي شو قبل قبلنا اخواني ربي ان جعلان سبحانه جل جلاله ذكر قيسنا ان بدن قران كان الهي انك انت مديان كو قبسن قران اهل القران يا ودن قن وانا كل ان شاء الله الله نغدي اهل القران الله نغدي اهل القران الله نغدي الشيخ واك هذا الشيخ محمد وكي تلمامي الوالد رحمه الله عليه الشيخ علي الصوفي يعني في سائر العلوم علموها الهي سبحانه وتعالى من قديم الزمان دتك حرتي هوري هوري حمر اسو يجروتي حقك انتو كيمد ايو كمدها هذا الله وحياله نوغ شيكين جري وحا كمدها فاق ايو فقر بان علمك كبر جري وحو يري وحان تجي جري انو خر دورك حمر وركاس انو حبق قرنا حبق وركا وحو يري حبق هبين كسته ما سو دونن كرنو دروس بان كو مشغول سنهاي انت انا سو قادنو وانو ميله كو احسننا وركو وحو يري شيخ ينوغ وينايو كتاب بدنا نوسو راع جري شيخ عبد الرحمن بان لو نجري وانا هبين اسرعني حبقتي انو احسنني ايو ايانو سو قرنا ينابو يلو سو فاغنينا saa dhagaxanku soo qaatay u maleeyay inay xabagtay tahay markuu qaniini siiri baa ilagii marka abdulrahman foolo baa loo jiray abdulrahman foolo waa marka una taxriidan iyo oran jiray barwaaqadan iyo khayrka aad ku jirtaan wax ku baran waxana wax barta leen ka leeyay naguna saasaan wax ku baranay oran jiray hadda korno waan sheegayo suufi waxa loogu bixiyay guriga lagu jiraa حتى مركان نواة قريبا لقينا قريبا شو جريدا معناها وحوية عنتذي بوكعنا يا علمي قينا بسيد وكبرنا يا مركا الشيخ آذن عوليها الشيخ الأورنجري أيا مضاحو أها حقنا الشيخ أها وحقنا لكن ترتيبته حر تكور هين جري مركا سا حويري قريبا دي اللي قيو او اندها يقاس لانا يساء اصوه مرتو وفدو مرا يساء اصوه مرتو دي بقون نغن ماي قريبا دي بقون نغن ماي حالة جذبة عجيب لك جري وما قالنا إيش من حالات الصفاء مع الله مركا حيل واسك شيخنا وشيخي ما يوسك قضية لو عيشوا مركا قضية حرت وشيخي يعني ولا وذاتك عليها وحواي وكنا قرقي لقينا وك سعر لي سانا مركا ما لدي ذنبه شيخ واستغيب ويقول ولبا شيخ وحنا نقص نقليين باللهجة المحلية رن حمر كا عيني صلاة عصر مركا اللي قبحه استغيب شيخ آذن وحجيري لقيت مشايخ الذين دعي وذات كانوا حلو قال علي من سوفي واي سوفي واي كل هدين لقيه أو بالعان ألقيه ما كنا قناية يا لو دعي يا فاتح الأمرة وقول بالعان جوغ قينا مركة ضغبة اشتاقوا حجيري قول أنا كحينا قول قيق بالعان وجوكت لكن ما أركايه سيدو شيخ أوير بهذه اللهجة وأنا ذي كوسو نغلي يعني كذا أروح إلى الحمد لله دقي من قرستي ويقول لي شو إجيا هذه أن وجوجنا وحما وضعنا هذه وسن جوجنا ما البالي إيه دكا إن ده كمرك ناكو كل عمش سيدي من كل لذنادي وحى مشهور نقطة مرك سوفي على سوفي على سوفي على وريقة داي وريقة داي سان وهي way ku dhajiyay sida ay xaaladdu ay u ahayd wuxuu aaday xagga Yemen iyo Tarim iyo xagga dhulkaas uu cilmi u doontay oo alxamdulillah wuxuu waan raajistay Cali Suufi meesha ay Cali Soomaali meesha badash Cali Soomaali jaan u ahaa ayu man markii dambadii wariyay xagga xarameen ku aaday oo culimadii waa xarameen ku bariga waa furnaayeen oo culimada adduunka dhan baa iman jirtay oo iska degi jirtay qaamad iyo jinnijaan kan iyo waxan qujaaf kan midna ma jirin akabir ahli ilmi oo ilmi la tajwid kan iyo waxan iyo ragaasi xaggaas uu kala soo qaatay ka bacdina waa kii waddanka ku soo noqday aduun sheekh ka dheer oo wuxuu yiri waxaan markii dambe igaba harin weyday sheekh Cali Suufi hadda masjid kan xamar ku yaala masjidkeena aanu ku soo barbaarnay wax ku baranay مسجد القرآن الكريم هو بحي شيخه دتك هنا وحيدين مساجد شيخ علي سوفي
إمشان إيه أركش والله تقال ور مساجد كنش على شوف إذا تقايزان مسجد القرآن بالليلة ما قاعد كبدلنا والذي إلهي ما حكي شيء كنقطة هذا مسجد كذا في حافظ يوم بالليلة حمر يا دجال ويا تان بابور تمر حافظ إيش على شوف حافظ يوم بالليل بعيش على شوف وحق إلهي بك سعطاء إذا كنا حظ يا نصيب بتكون يا لتين وش على شوف إذا كنا بعد إذا لدقيني مكة ورجال بارم بالليل الشيخ على شوف معكم هنا رحمة الله على قبري إيش كان وين إلى يبان كان صوت ولي بركة وحن كوضا الشجو إلى هيء علم جاسيب وهذا أحب القرآن قرآن كا إلى رجل مركا إن يربى أنت وشيخ وشيخ إن يربى ويمجرت مركا سا عمر مركا قال كورنجري أكون تساوفيري هذا ما أنت هذا مقلان بو هذا تذكر مقلان علي شوفي يسوي لك الشيخ اسمه أورنجري ما في حياتي سمعته قال عن نفسه شيخ في حياتي أبدا علي شوفي ما كتاب تفسيرة أما كتاب نحوها أما كتاب فقهي باللاوي هذا مقل لها يعني مساجد هاسم سوب يحسب لها والقرآن كان إنك خير بذل والقرآن كبرت والهرت بالعرب كينا هجاجي عرب كينا هجاجي القرآن كان أتكع يا ريسان جوجي عرب قرآنا عربيا أقريه ورجري وقلت حريق رجري إله سبحانه وتعالى قرآن كاسو إلهي وكبركي أنت يلي حمر وكبر الله دروسة يا قرآن كا ونلش يس أنت هو يريد جهدي سنة أنت وضع سنة جوي لكن يجعل الله البركة فيما يشاء وحكش فين جريب لأن برجع هو حقا يهرر يؤدي سبب يميلوا المدرسة كسمين ملأ جهدي سنة دين يرن مين يشي حق يسي بأهيد وحاي هاي شيء فائق أولا لا يتصور بكرة ما بصورن كرتام أورن جري دجال كي دجال كي أسمين جري لكن إله سبحانه وتعالى أنت ودا بيشي ختامك نلوشيسة أي أولي بيسكا ضعيفها أي أولي بأنت بدنيت وشقبضنا شيء من العزلة شيء من العزلة يشقبضنا القرآن كان وردي 18 جزء بها في كل يوم يختم في كل ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام للقرآن كقول أمينية وهذا دروستي وهو البركة من الله عز وجل أنت هسا إلهي سبحانه وتعالى وبركيه نشر هذا العلم وهذا الخير في مشارق الأرض ومغاربها وحان شيك عجيب لي بريقي أودا بيسي شيخ كرسي بالوكين جري وكي لغها ينتو خير فرستي جلطة إيانا وحباب ماثر مسكح هذا مركي وركا قرنعي دانا إلهي سبحانه وتعالى وكا خفيفي مركا مدو لو عيش مركو ير هردده كم مغناض يلا سوكع إن وسمك سوكع وربس هاد كي كيو كرسي هو سوق هذا أنا مركز دتك تجية أو إمام كا كرسي جيب على كهني وأنا حسوس تمارين انت تمارين اللوبين وحا قلب كيس سجد تاجنا حسن داهر أول شيء يوداد كله وجيش كان كا سجونا كرسي مركا سنة دي بالله خمي محراب كي بانقالي إن أن تجيو مركا شوير وريه كالي كالي وانا صنو ورلوح لبال لوح لبال لوح وبرغان يرى أن قرآن كل كان جري أيا معلن هل كان أبقاله ولي بأبقال معلن أبقاله ودكسي هل كان قوله با يي لبالاس لوح أيا لاني بل إيسو فيري ساسوري سلاتي نوال آخر بل وايه هبانا سلاتي مسكا قال لي الله أكبر سلاتي مكان دمي إن سون نقضي والله ما قانا شي حسن دهر أوير إنه حصوص تئين كان قرر ما إلاك أدمان لك سلاتي مركي لقب بحي وانكو صور كاساني لي أبا أردت يتشي ليسي لبدي اللوح لبدي اللوح ما أنا لب اللوح قاعدي ها لب اللوح بات قاعدي شو تلي أن قرآن كاكو دي كجري قرن ماي قرن ماي واحد شيء ما أنا ما أنا إيه هذا إيه قرن ورك حي كحي بحب ذي ديبة تيبة طبعا لبال لوح وشغو ير فيق من ليرة فيق حق قائي وقطع الله هرر أكثر هذا لبال لوح وقرآن كقول لي جري إني حمري بعدم ومستحيل ذي معقول ما بها
وسقوا يروا القرآن كل جت. لكن وهذا لك النواجي مفهوم كذا أنا عندي إن إلهي وقرآن وكنا شرنيه خاصة قل هذا روت المابي وأهل القرآن وحواد شو قلت حل الجنجري وحول الجنجري شو ما لذن كان لنا عليه والله ما كش الجنجري وحولي بوساسي مركي أنا يعني يبي بوجي تذكر بريقة إيوه وخوجي إيوه هذا إيه حناقين تذكر نقول كاس كتر سنة وحول القرآن كمحفظ يعني ما يقلنا وحي كش كيستيم بوساس مركان الله نبوا حاسو قري وطن كان كتاب كإلهي كوكا كاي كل جيس بلغو شاكستي والله شو شاكي مركاسا وحولي نبا قرنك يمد قرن كيف وقتا وقرن يسان قرن كسو صفري شو أرنتا وتحقي جيو بوساسو يقو يمد وحالي يلي بويري كتاب كإلهي ودن نكا قيب سن وأذي قال لي يلي مرنبا ها بان مصحف وينو قعنت لغو قريبو هاجتابو يلي لانو قرأ مركاسو سورة الأدري ويدي يقول قرن ما يهد لكن أرمي أعرافي أهي أخري وأنا أخريا تنوى امتحان يا أبو تنوى أخريا تنوى أنا أخريا مركز وآد يا آد ويعني إنك أمي رقامي لعك فربضن بو إشي يقول ليرة تلياني لعك تليرة تلياني بحكومة جري برقة وضن لعك ليرة أهو تلياني بو إشي يقول معناها مركز شيء يقول حوي سيدة إلهي سبحانه وتعالى بينما ضدك كونفر اي هاي ضدها القران او حفاظ اي مركب وش كنت تحلل الجنجري ان هدي علم من التجويد كي اي ضد لحليان ضدك القران كمركب هو البرتي اي حافظين تا انا كان لحلا لكن راس وين وير مدحات كاي وكل شيخ وكبير مدحات الحوش هي القران كان وين الجري تجويد كي وكل كي هون الهي محو قدري هذا الكلام شيء خلية لا بالله حوم علينا قال هل كان إلهي وحوم قدرين إلهي سبحانه وتعالى مركي هربا القرآن ذاتك هذا إلهي باب كيد باب التجويد إلهي وفري على نور واتقرن إيشان عندي قرن إيشان صاحب وحوها إنشاء مدارس عجيب أيوة هايو كمان كن ومدرسة أيها هوس مجرتي كل جو التجويد بكوضة لي صاروا هم يعني هو تجويد سنة وحفظ حفظك يتجويدك يسكو درس هذا بين نوضين مركا وحاكا وذا قبولية إلهي ونغيوه ومن حبه وتفانيه لكتاب الله عز وجل مركا إن شاء الله القرآن كي نكون دلال أهل القرآن إنه نغن شاكنا إن شاء الله تعالى وانا إن صبو قرني سورة الفاتحة نوان وذا قرسنا إدنا وانا الذي كوة إجازين يا إجازة الشيخ على سوفي بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمك خزمان هنا آخر يقدم آخر يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله نقبله أنتم مجازون إن شاء الله بسورة الفاتحة قبلتم ان شاء الله شيخي انا كلو بين ما شاء شيخ وكشيخين يقولها قران كان لما حفظين جرين بري دويد بان حوغي جوله كو يرمري ودن كو دن كلين كا شلاد اما اقليم الصومالي
يعني مقالو يبدن كسو مري أرجيسي يو دولكا يو قوي إلى مروان مري إلى بوساسي قروي إيبان تغي مدارستان لكل ما مركا مدارست القرآن كاي معلميتي أرددي ماشا أغو إتقان يتجويد في عنيد إنتان مري بوساسي أحيد ماشي أغو قرآن جاري ما أنتنا إيضا بفضل الله تعالى معناه وحن كودا أرجيسي يو دولكا يو خير بدن ويانا لكن إتقانك يتجويدك يتصحيحها ما يشاء أن أنقو في هذا الكوباتي وحياة بوصاصة إهدي ومدارس تيدا أي أهد ملغل بنا خير واجراء لكن وحيها أرتاسي دليل تهي خيرك إله سبحانه وتعالى وكل نشري يخيرك هلك كأمك مي إله سبحانه وتعالى سبب أبه الولي وملك السبب فضل الله تعالى تليل ملك واكاس للعان أو وقوينا تانية بل الدويد أنفقين بقى القرآن كم مع العمدي أورنجين ما بل حفظين جرين بقى معلن كا حدو حفكا إن القرآن كا وضدك وكبره بس أنت هسيحي أما القرآن لحفظيه وأما الغصب عيو يومين الحين هذا الحمد لله ثم الحمد لله ريت وابك قدوتو ما يشكلية هذا مسابقة هي ترتن قراءات كتبانك أدون كوردن أدون كوردنوية هذا بما فيها بلاد العربية مسابقة محلية وقراءات العشر اللي قتر تميه محلية بانك وضع محلية دولة سكويت باجرتها لكن مسابقة محلية وقرآن كالقتر تميه طبانك قراء وتنهر قيسة كرنح دولي بش لما سنوات اجتهدنا تقريبا سنوات حيث ما قرنيو سنوات كنا عني قابل وحانا كاهي وحاليقو يريب إنا لجنة كم مقضبة هذا شيء عجيب هذا كرم من الله جهدي خلق نتكو هاي سنة لن يردي إنه جامعة رافنا وانا ركي يما إشاي مرة يعني إقراءاتك شيء عجيب يعني لن يردي أن لكل شيخ شو مجوه شيخ على الله أكبر يا مجوه قال تحية للشيخ على الله يبارك فيه أرددي سان لكل ما يقول شيء القرآن كأيو يقانني قراءاتك بركات بضم بإلهي سبحانه وتعالى الله نبض بركي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على نبينا محمد جزاكم الله خيرا كرمكم الله.